عمليات البحث في موقع سقوط طائرة اير ايجيا الماليزية التي تحطمت الأحد الماضي وعلى متنها 162 شخصا. حتى الآن جرى انتشال 6 جثث وبعض من حطام الطائرة التي كانت تؤمن رحلة بين اندونيسيا وسنغافورة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية نقل تونسيين وثلاثة يمنيين من معتقل غوانتانامو إلى كازاخستان. الرجال الخمسة كانوا يقبعون في غوانتانامو منذ أكثر من 11 سنة ولم يحاكموا أو توجه لهم أي تهمة، وبهذا يرتفع إلى 28 عدد المعتقلين الذين نقلوا خارج السجن هذا العام مقابل 127 لا يزالون خلف قضبان المعتقل الأمريكي الشهير في كوبا والذي وعد الرئيس باراك أوباما بإغلاقه. وبين كوبا والولايات المتحدة أعربت الخارجية الأمريكية اليوم عن قلقها الشديد بشأن توقيف عدة معارضين من قبل السلطات الكوبية أسبوعين بعد إعلان واشنطن التاريخي تطبيع علاقتها مع هافانا بعد أكثر من نصف قرن من القطيعة والحرب الباردة. ولكرة القدم حيز في نشر